في الجنة نحن كهاتين، نكفل أيتام الأبوين، نحظى ونفوز بصحبته ونرى الهادي رأي العين. قصص من تاريخ تروى، أيتام قد ذاقوا البلوى. قصص من تاريخ تروى، أيتام قد ذاقوا البلوى. لم تخبو قط عزائمهم، بل كانوا للعالم سلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الأحبة في لقاء متجدد من هذه اللقاءات المباركة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار والأعمال، وأن يقبلنا ولا يردنا. اللهم اقبلنا ولا تردنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعلنا من السعداء، واحفظنا يا الله من الشقاء واللأواء والضراء، واجعلنا في صحة ونعماء نحن والأهل والبيت والأبناء وبلادنا وقادتنا وقيادتنا، اجمعنا ولا تفرقنا يا الله. أحبتي الكرام، حديثنا مع رجال ونساء عظام كرام أيتام، حديثنا عن الأيتام. والأيتام حقيقة لهم في الإسلام منزلة ومكانة، فهم وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال أنا وكافي اليتيم كهاتين، وكذلك أي في الجنة، وكذلك أن الله تعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يلين قلبه ويدرك حاجته فليرحم اليتيم ويمسح على رأسه ويطعمه من طعامه فإنه يلين قلبه ويدرك حاجته. يا الله، لذلك إلا في القرابة في العائلة أو في هذه الجمعيات المباركة كالجمعية جمعية حائل التي فيها أيضا أيتام ترعاهم وتعتني بهم وتقوم على العناية بهم في علمهم في صحتهم في عافيتهم في ثقافتهم في نفعهم لبلادهم وأمتهم ووطنهم، لابد أن نكون عونا بإذن الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى، ويقول كذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكذلك أذكركم أن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في اللقاء الماضي كنا نتكلم عن اليتيم، من هو أنس بن مالك، وذكرنا أنه تربية في البيت كانت تربيه أمه أم سليم، وفي المسجد وخارج المسجد كان يربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج لنا أنس بن مالك الراوي، أنس بن مالك الحافظ، أنس بن مالك العالم، أنس بن مالك الذي يقول عن نفسه إني أرجو إذا لقيت الرسول يوم القيامة أن أقول له خادمك أنس بن مالك يا رسول الله. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنس، وكثير ما يرسل أنس، وكثير ما يعتمد على أنس، وكثير ما يضع سره عند أنس، وكان يحفظ السر، حتى أنه لما مات الرسول وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 80 سنة، كذلك عاش بعد النبي قرابة 80 سنة، سأله طالب من طلابه ثابت البناني، سأله قال يا أنس ما هو سر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أخبرت به أمي أخبرك أنت؟ لا إله، بعد 80 سنة. اليوم السر عند الناس ما يجلس ساعات ساعات، إلا انتشر في الحاضر والباد وفي جميع وسائل التواصل، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد لأنس هذا اليتيم قصة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هي قصته؟ طبعا أم سليم وأبو طلحة زوج أم سليم كانوا يحبون النبي ويقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا والعطايا، يعني ما يتزوج النبي إلا ترسل أم سليم مع أنس طعام للنبي وزوجه للنبي وزوجه. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابه الجوع، جاء أبو طلحة إلى أم سليم قال يا أم سليم لقد رأيت الجوع والضعف والحاجة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، عندك طعام؟ قالت نعم عندي شعير. فقامت إلى الشعير وجعلته اعتنت به، ثم أرسل أبو طلحة أنس خادم الرسول إلى الرسول، قال اذهب للنبي وقل له أن يقدم إلينا. فدخل أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده الصحابة، فوقف ما تكلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم رسول الله. قال الطعام؟ قال نعم يا رسول الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى بيت أبو طلحة. فذهب أنس إلى أم سليم وأبو طلحة قال لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه قرابة 70 رجل. فقالت أم سليم العاقلة التقية النقية الزكية الوفية قالت له الله ورسوله أعلم. خلاص بدأ من الرسول جاء هناك أمر من خلفه الله ورسوله. فدخل طبعا هي وضعت قرص الشعير أقراص الشعير ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتها ففتتها وعصرت عليها الدهن حتى صار زي الإيدام. فأخذ النبي وضع رواية وضع يده ورواية وضع ثوبه ودعا فبارك الله تعالى فيه. فدخل الصحابة 10 10 يأكلون ويخرجون يأكلون ويخرجون حتى شبعوا. وكان آخر الناس من أكل منه هو أنس والنبي وأبو طلحة وأم سليم. وهذا بركات من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجيني اليوم شخص ويبصق على طعام ولا يضع يده، لا، هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله هذا اليتيم، وكان معه حتى في طعامه وشرابه، وكان معه في جميع أحواله. لماذا؟ لأنه يعلم أن أنس يتيم يحتاج إلى من يعتني به، وكان النبي يعتني بهذا اليتيم، بل كان النبي ينفق عليه. نعم، كلما جاءته هدايا عطايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لأنس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أنس، مع أن أبو طلحة رجل غني، لكن كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا اليتيم بالإحسان، لأن الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل أنا أقول كما قال الله سبحانه وتعالى لكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بل تذكروا أن الله تعالى عندما تعتني باليتيم الله تعالى سيعتني بك وبولدك وبأهلك وبمالك وبحلالك وبحياتك وبمن عندك. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تؤمننا من الخوف. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك. اللهم اجعلنا في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك البركة في البيت والمال والعيال. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك يا الله من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعوذ بك من القلة والفقر والذلة. نعوذ بك من المأثم والمغرم. احفظنا يا الله وبيوتنا وأولادنا وأزواجنا وحلالنا ومالنا وبلادنا وقادتنا وقيادتنا وجمعنا واجتماعنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. من تاريخ تروى أيتام قد ذاقوا البلوى، قصص من تاريخ تروى أيتام قد ذاقوا البلوى، لم تخبو قط عزائم.